العلماء سابقا كانوا يحذرون من الورع الكاذب. شو الورع الكاذب؟ أن نسمح بحفلة راقصة بجدة للمطرب تامر حسني هداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق، ثم بعد ذلك نمنع في هذه الحفلة الرقص والتمايل لأن فيه بعد عن الأخلاق الحميدة. هذه القرارات تنفر الناس من الدين وتجعل الدين وأهل الدين سخرية للناس. يعني تذكرت قصة حصلت مع الإمام أحمد رحمه الله، جاء إليه رجل يسأله عن ابنه من الزنا، أنه عنده ولد بسبب الزنا، فقال له الإمام أحمد أخطأت وزنيت، لماذا لم تعزل، يعني لماذا لم تتخذ أسباب لتمنع هذا الحبل من الزنا؟ فقال سمعت أن العزل مكروه. فقال له الإمام أحمد سمعت أن العزل مكروه ولم تسمع أن الزنا حرام؟ خافوا الله.